يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول بأن كل محرف معطل؟ لا، ما يلزم هذا، أو كل محرف معطل. معطل الذي ينفي أسماء الله، ينفيها ولا يثبتها، هذا المعطل. أما المحرف فهو الذي يريد تفسير الشيء، تفسير اللفظ على غير وجهه، هذا محرف. والتحريف على قسمين، تحريف لفظ أو تحريف معنى. تحريف اللفظ أن يزاد في اللفظ أو ينقص، وأما تحريف المعنى يبقى اللفظ على ما هو عليه لكن يغير معناه. نعم.